رغبتي يا خاي. والله خاي شادي ماشي مشكل. كيف يا خويا؟ الحمد لله. الله يفتح عليك. صحتك لاباس؟ الله يكرمك. وين الدار؟ الله يحفظك يا سيدي. الله يحفظك. ماشي غير بوحدك؟ راه الدري صاحبي الفوق خاي ان شاء الله. طيب حكي لي شنو وقع لك في الدار الايام؟ ملي مشيت لعندك المره اللي فاتت كنت غادي نتقلب في الطريق في الطوموبيل تعرض للحادث. كان ما كانش صاحبي جبد لي يعني فيك. اشنو وقع لك؟ طلع فيك؟ ما عرفتش تجبرت راسي خرجت من الطريق بوحدك دون شعور بحال اللي جاني الناس. موراها عاوتاني في 15 في رمضان خويا ربيع حسيت بهذيك داك الطنين اللي كيجي قلت لك جاني في الودن اليمنى جاني في نتاع اليسار ياك ودخل بقات واقفة هنا بجهة السدة ابخي دارت تحت الكتف في الفلور وهذي نتاع اليمن ديما باقي هنايا بلاصة تحت هادشي هادي. طيب شنو كان بان عندك هنايا في الرقية كان طلع شي حية؟ كنت قلتي لي عاشقة ساحرة. شو المشكل اللي عندك انت في حياتك؟ خويا ربيع كيف ما قلت لك المهم يعني ما كناش مزيان عدم النوم عرق يعني كوابيس يعني كنت قلت لك يعني منها ما كتكون قبيحة فيها وفات الاغلبيه تاع المناس كتشاجب بالعوره. عندك صدى في الجماع؟ شويه ولاد المره اللي فاتت كنت قلتي لي بانني خصني ندير التسجيل. طيب وفاش جيت عند حتى المره اللي فاتت كان الاخ في بلاصتك كان قال لي ممكن نهضر قال لي الزهري نهضر على الزهري الماسونية عاشقة ساحر. انت عندك مشكل مع الزوجة؟ اللي بغيت نقول لك وصلنا للطلاق. ها شحال من عام متزوج؟ تقريبا 18 عام. عندك وليدات؟ 5. ما شاء الله. ولاش بغيت شنو واش وصلت للطلاق؟ مشاكل كثيرة ولا شنو؟ مؤخرا هذه تقريبا واحد من هذا الشيء تقل. تقل فهمتي؟ عارف علاش تقلق غزم راني كنسمع النصيحه اللي كتعطيني تاع تقلق واخا تعرف تبعد كاع راه من بعد داكشي علاش واخا تعرف تبعد وما تنساقش بداك داك الضد اللي راه تولي في المشكل داكشي اللي كملي كتجبر القضيه كاني كنت بازا على النصائح اللي كتعطينا هذيك كملي كتجبر القضيه تزيرت حيت 18 عام ما ساهلاش ما يمكنش تعود بها باش تدت تكتبت ودت ذكرني رفع التوحيد وركز مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى كل من تبعه وسار على دربه. نسأل الله عز وجل أن يعم علينا النفع في هذا المجلس الطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نشهد الله ونشهد ملائكته وجميع خلقه أن نحبه ونحب نبيه ونحب الخير للخلق اجمعين انسا وجنا. نشهد الله جل وعلا ونشهد ملائكته وجميع خلقه اننا نحب ان نرى الجن من اعوان البر ومن اعمده البر في البدن وحوله وخارجه يرفع بهم الاسلام وتعز بهم الأبدان. أسأل الله عز وجل لهم التمكين في كل الأماكن وفي كل الأمصار وفي كل الديار. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره.
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. صلى الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين والكافرين والسحرة والمشعوذين. آمين آمين آمين. من الأمور التي تجعل القلب يحزن والعين تدمع أنك تسمع بزواج استمر لسنين ثم بعد ذلك يصبح الزوج أو الزوجة يفكر في الطلاق. هذه من الأمور المعضلات المشكلات في هذا الزمان. للأسف وأنا أكرر، فوالله ورب العزة ورب الكعبة وجب أن تقام جلسات علاج قوية قبل كل جلسة طلاق. أقسم بالله لو أن الأمة تعي قدر الرقية وقوة الجن والسحر في هذا الزمان، فوالله كل ملفات الطلاق لا يمكن أن تناقش قضائيا إلا بعد جلسات علاجية قوية، وتكون إلزامية للزوج والزوجة، تكون إلزامية للزوج والزوجة حتى يعرف السر والسبب، حتى لا يظلم أحدهما أو كلاهما. لأن من الأسباب الآن العظيمة جدا هو المس، الجن، الشياطين، الملوك، الأبارسة، شماروش، بشي حمو، حمو، ميمون، عيشة، ميرا، مليكة، الذبح، المرشوش، المأكول، المعقود، قولك يعني حديث ولا حرج، شيء كثير جدا. فوالله العظيم لو كان هناك فعلا فقه الواقع المعاش وأن هناك مصلحة راجحة حتى تبقى البيوت لا تدك، وجب أن تكون على أبواب وعتبات محاكم قضاء الأسرة قسم يسمى بالكشف والتشخيص من العلل الروحية، وحق أن يكون قبل الزواج أيضا مع العلاج والكشف عن الأمراض النفسية حتى لا يظلم أحدهما أو كلاهما بأخلاق نفسية وروحية وتصبح متاهة في الحياة الاجتماعية والأسرية. ما ذنب أحدهما أو كلاهما؟ ما شنو ذنبهم؟ ولكن لجب تفاس في الرأس وقدر الله. هناك أزواج تزوجوا مزيانين ما مراج، لكن بعد السنوات جاء الحقد والغل والأصحاب فعذبت. وكيف يعني بعد عشرة ديال لا أقول أسابيع وشهور، قد تكون عشرة بأسابيع وأيام أو بشهور، فما ظنكم حينما تصبح في أعوام عديدة؟ لا يمكن أنها تدك. أصبح الآن كأنها عادي جدا، صنع الناس تزوجوا 10 سنين، 18 عام، 20 سنة، ما نغت فهمنا غنطلقوا، مش تبيعوا البيض؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يستقيم الأمر لا نفسيا ولا روحيا ولا اجتماعيا ولا أسريا ولا دينيا ولا عرفيا، لا يستقيم. خاصة أنك تنظر في أحوال الناس تجد أن الأسباب أسباب عقيمة، أسباب تافهة جدا. قال لي قلت اعمل لي اعمل لي، تقلقنا تحزننا طططط صافي طلقنا بخ. إذن كيف سينشأ الجيل الآتي بعد 10 سنوات؟ سنصبح كأوروبا. إذن أصلا الزواج لا يؤسس ولا يقع بقواعد ثابتة، سواء شئنا تزوجنا طلقنا طلقنا تفرقنا بحال بحال، صحاب مصاحبين، وهذا ليس من الدين في شيء صراحة. وهذا ما يمضي عليه الأبارسة والماسونين في محاكم الأسرة، وما يتخططون له في العلاقات الزوجية والزواجية بين اثنين للأسف الشديد. فلا سوف يصل إلى لم يعد هناك ضابط يقيد بين الزوج والزوجة، حرية وحقوق، خلاص بغيتك بغيتيني، ما بغيتينيش ما بغيتينيش، كما هو الحال في أوروبا.
مع الزوج العشيق والخليل وكذلك وهكذا. لكن الإسلام شيء آخر. الزواج عندنا محفوظ بالقداسة، محفوظ بالحب والود وبالاستمرارية والديمومة، محفوظ بالعهد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، محفوظ بالقوامة، الرجال قوامون على النساء، محفوظ بالأمر بالمرأة القانتة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الإسلام ليس هو اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والمجوسية والماسونية وغيره، لا، الإسلام شيء آخر، آخر الأديان، حفظ الله به الكليات الخمس: العرض، الدم، الروح، المال، كل شيء محفوظ في ديننا. والإسلام جاء بالزواج لتحفظ هذه الكليات الخمس: المرأة تبقى في هيبتها وعفتها وعافيتها في حبها وقلبها وتحصينها، تبقى في تاجها وقارها، تبقى بفضل الله الأم، زوجة أم أم، وتبقى الزوجة بفضل الله جل وعلا خالة وعمة، وتبقى الزوجة بفضل الله تعالى تلك الأمة التي يركن إليها بعد يوم شاق حتى وإن كان من أغنى الأغنياء، يركن إليها على حجرها أو على صدرها إذا نظر إليه صرت. هذا هو الإسلام. أما ما نعيشه الآن فإنه الضياع بشتى صوره. يصبح الإنسان لا يقدس سنوات زواج، سنوات ضياع، سنوات الضياع. أي نعم، فهمت؟ يعني ضياع صراحة. يصبح البيت على كف عفريت. امرأة لا تقدر المسؤولية وتسعى طلقني طلقني، وهي لا تعلم أنها تعرض لغضب الله وأنها تلعن من فوق سبع سماوات أن تسأل زوجها بعدها حلها الزواج من غير بأس. ولا بد أن حتى وإن قالت أن المرأة هذا بأس، فلا بد أن ينظر إليه بعين العقل والشرع. فليس كل مرأة تطلب الطلاق وتضع له أسبابا فهو مسوغ شرعي أو عقلي أو قانوني. وكذلك الزوج إذا كان سفيها غير متزن، فليس كل سبب يعلق عليه شماعة الطلاق فهو موجب للطلاق، وإلا يصبح آثم. فلا يمكن يكون كلمة الطلاق سياط يجد به مسمعها وظهرها، ولهذا جعله الله تعالى على رقابته إلى يوم الدين، فقد أخذها بكلمة وقد يفارقها بكلمة. ولهذا جعلها الله تعالى الرجل للمرأة لصبره وجلده واتزانه وتعقله. وربما تصبح في هذا الزمن كثير من النساء أعقل من الرجال، ومع ذلك فالقوام للرجل لا للمرأة. وأقول للجن والشياطين، وأقولها للجن والشياطين، كنتم سببا عظيما في هذا الزمان لكثرة الطلاق، وتسألون عند الله عز وجل. يقول الله: يفرقون به بين المرء وزوجه. فذكر الله جل وعلا سببا عظيما من أسباب الطلاق ومن أسباب الفراق ومن أسباب السحر، خصه ربنا جل وعلا في أعظم صورة، وهو سحر التفريق والتطليق والنشوز والإعراض والبعد والجفاء والقسوة بين الزوجين. ولهذا وجب أن يتأمل الفقيه والعالم والقاضي والمستشار النفسي في أسباب الطلاق بكل جزئياتها وأحوالها، حتى تعالج بإذن الله، حتى لا تتفشى في مجتمع كثر فيه الطلاق مثنى وثلاثة ورباع. جرموا الزواج مثنى وثلاثة ورباع، وفتحوا الباب على مصراعيه للطلاق مثنى وثلاثة ورباع. فكم من أنثى طلقت من رجل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، والله المستعان. وكم من بيت فيه من البنات الطيبات الطاهرات مطلقات مثنى وثلاثة ورباع، ما ذنبهن وما إثمهن؟ ذنبهن يرجع ربما لرجل سفيه غير متزن، لا يفهم معنى المسؤولية، فكانت المعيشة ضنك وجحيم،
أو كان يتلاعب بالمسؤولية فطلق دون سبب، أو كانت الأسباب من جن وشياطين تلاعبت بالبيت والأسرة لأن السحر عم وكانت الأحوال كارثية بكل المفاهيم، حتى جعلت كل ابنة ترجع إلى والدها وإلى أمها ليزداد الهم والغم. أخذوا العهد والقسم ألا تبقى ابنة عند حلها وعند زوجها، أو خصص لواحدة دون الأخوات فكانت حياتها جحيم. فلا بد أن ترى الطلاق وأن ترى الفراق، مع أن الحياة قد تكون بين يديها نعيم لكنها تصبح في عينيها جحيم حتى يأتي أمر الطلاق. ولهذا وجب أن ننصح الجن الذين جاءوا بهم إلى الأبدان من أجل يفرقوا ويطلقوا أنهم جاءوا بابا عظيما الله جرمه. وحتى نعلم قصة الطلاق واقع عند الأبارس وعند إبليس وعند الشيطان، فهو يقرب إليه من فرق بين زوجين. كل يوم يبعث حزبا وسرايا في العالم كله يطيرون ويغوصون ويركضون، وأحبهم وأقربهم إليه من يفرق بين المرء وزوجه. يسألهم ماذا صنعت؟ يقول لا زلت عليه حتى سرق. يقول لم تصنع شيء. ويقول الآخر ماذا صنعت؟ لا زلت عليه حتى سرق أو زنى. يقول لم تصنع شيء. ولا زلت عليه حتى لم تصنع شيء، ولا زلت حتى فرقت بينه وبين زوجي. يقول أنت الذي أريده. لأن الشيطان يعلم أن بالتطليق والتفريق وبالطلاق تم فساد في المجتمع، خاصة في هذا الزمان. إذا كان الطلاق فساد في المجتمع في العهد الأول، وكان الناس قديما لقربهم من ربهم يسارعون في تزويج المطلقة حتى لا تبقى وحيدة ولا تبقى لنفسها وللشيطان، كان يتسابق الرجال لزواجها وتزويجها. هذا هو المعهود الذي كان في قديم الزمان، لم تكن منبوذة ولا محتقرة ولا مدفوعة، بل كانوا يختاروا لها من الأقارب والأصحاب والأصدقاء الزوج الطيب الذي يكلؤها ويكفلها بفضل الله تعالى. أما في هذا الزمان فإن المطلقة أصبحت كسلعة يركض وراءها الذئاب واللئام. أي نعم، في هذا الزمان وكثر الطلاق بشكل لا يتصوره عقل، والجن على رأس هذه القائمة، العين والنفس والحسد والسحر والمس والعاشق في النساء وحتى في الرجال، فتصبح سبحان الله البيوت فيها ما فيها من الزلازل والبراكين لأتفه الأسباب حتى يأتي أمر الطلاق. العاشقة إذا تلبست بالزوج تصبح كالضرة، ترفض الزوج رفضا لأنها تشاركها في من تحب، والعكس صحيح. إذا كان العاشق في الزوجة يصبح يعادي الزوج حتى يفرق ويطلق لأنه يشاركه في من يحب. أما إذا كان السحر بين الزوجين التفريق فإلى أتفه الأسباب تصبح العداوة والبغضاء والجفاء والخصومة والعراك أو ضيق الصدر أو عدم الرغبة وقبول الآخر، حتى تصبح البيوت فارغة خاربة منبوذة لا سعادة فيها ولا أنفاس طيبة والعياذ بالله. كل هذا بسبب تراكم ما حرمه الله جل وعلا في البيوت وفي النفوس من العين والحسد، حتى وإن كان من أقرب الأقارب من أخوات ومن عمات وخالات وجدات وأمهات. أي نعم، العين حق تصيب الزوجين في حبهما وودهما ولباسهما وفراشهما وأثاثهما وأبنائهما، تصيب الزوجين في سفرهما وسيارتهما، تصيب الزوجين في عطرهما في حليهما، تصيب الزوجين في حسن كلامهما في صورهما في تنقلهما، تصيب الزوجين في أشياء ربما ترى أنها محتقرة عادية ولكن عند الآخر عظيمة جليلة يرجوها ويريدها ويتمناها فيصيبك في مقتل. أي نعم، حتى وإن كان من أقرب الأقارب
ومن أقرب الجيران، والله المستعان. فيصاب البدن إصابات تتحول فيه النعم إلى نقم، والله المستعان. سحر عظيم يصيب زوج على خيره وعلى بره، على فلاحه، على صلاحه، على قوامه، على كلامه، على عمله، على ماله، على زوجه، على أبنائه، وهو لا يعلم. فتسكنه من تسكنه من الجنيات والشيطانات، عاشقة لأحواله، وتقلب نفس زوجه وتغير حالها وتوسوس لها في قرارها، فتبغض لها الزوج كأنه الشيطان وكأنه الزاني وكأنه المفسد وكأنه البخيل وكأنه الجبان وكأنه وكأنه، والعكس صحيح. وخلاصة الأمر أن البيوت تدكها أسباب خفية لا يعلمها إلا القليل. نعم، البيوت تدك بأسباب خفية لا يعلمها إلا القليل. ولهذا من عليه أمانة ومن يعرف قدر المسؤول الأمانة فعليه أن يتحرى الرقية بجد واجتهاد حتى يبرئ الذمة، حتى يجلي ويكشف الحقيقة. والآن تتجلى الحقيقة، هي العاشقة الساحرة الماسونية ما سكنت بدنه، والله أعلم من في بدن الزوجة أيضا. الله يعلم 18 سنة من زواج، فيجعلها الجن والشياطين هباء منثورا. 18 عام زواج يجعلها الجن هباء منثورا، كأنها 18 ساعة وكأنها 18 يوم وماشي 18 شهر 18 عام، كأنها هباء منثورا. قال: لقد أخذت بوصاياك وما عجلت في أمر الطلاق، وأقول: أصبر واثبت واثبت، فإنك منصور بإذن الله. نعم، هكذا الرجال. الرجل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يزيد في الصبر والاحتساب. نعم، هذه هي الرجولة حتى يبرئ الذمة أمام الله عز وجل ويقيم الحجة. يصبر ويصبر ويقيم الحجة، يصبر ويصبر ويقيم الحجة، ويؤدي ما أوجب الله عليه من إقامة الحجة، والعفو مرة مثنى وثلاثة وربما إقامة الحجة، حتى يبلغ الحجة وتصل الحجة بإذن الله جل في علاه، وحينها يجلي الله نصرا، إما بوصال وإما بغير ذلك. ونسأل الله تعالى الخير كله. عذبته صح أم لا؟ عذبته أم لا؟ أجيبي ولا قمت لك. عذبته ولا ما عذبتيش؟ تكلمي. عذبته، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون يفرقون. قال كلمة، قال: لما كنت عندك وخرجت تعرضت لحادث، لولا صديقي معي في السيارة كان سيكون حادثا يعني فيه خطر، قال: دون شعور حدت عن الطريق، كان شيء غير سيري ومصاري. انتقام في الحصة الماضية، لأنها بدأت تعلم أن الله كشف حالها وسرها وسطرها، أنها أرادت به طلاقا. لكن أنا أقول لك، دائما الرجال رجال والنساء الحرات، لما كتعرف أنها ممسوسة تعذر زوجها، لأن تعلم أن المس من يصنع هذا. الرجل الناصح القوي حينما يرى أن المس هو صاحب هذا يعذر ويقل عثرة، لكن لا بد أن يكون بين هذا وهذا رضا وحب. نعم، واعتراف بالخطأ واعتراف بالجميل، حتى يغلق الباب على النفس وحظوظها وعلى الشياطين، فليواصل كل من مسير بحب مع علاج حتى يرموا بفضل الله جل وعلا. قواعد نفسية وسلوكية وعملية بفضل الله عز وجل تساعدنا للارتقاء مع المحبة والصفاء لبقاء الود وكذلك لطرد الداء. فاسمعي، لا مكان لك في قلب يحب زوجه، لا مكان لك في بدن يحب زوجه،
ولا مكان لكم في بدن امرأة تحب زوجها. واعلموا أن والله إن أعظم السهام التي تتسلط وتنزل على شياطين الفراق والتفريق هو الحب بين الزوجين، هو الحب والود ودوام الفضل بين الزوجين والاعتراف بالفضل والشكر بين الزوجين. أعظم ما يعذب شياطين التفريق والعداوة بقاء الود والفضل والشكر والاحترام والتقدير والحب بين الزوجين، أن يكون صادقا نابعا من قلوب من قلبين اثنين ومن عينين ومن يدين ومن شفتين ومن قدمين، فهذا يعذب الجن أيما عذاب. والله وبالله وتالله إن الجن تتحرق تكوى وتشوى وتفحل إذا طالعت حبا صادقا في القلب بين اثنين، حتى وإن جاهدت كي تفرق وتفتن لكنها تعلم أن القلب معقول على حب، وأن القلب معقول على ود، وأن هناك ألفة وهناك محبة ورحمة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاسمعي وعي، إن الله جل وعلا سائلك بأي سحر جئتي، والله أعلم سبحانه وتعالى، الله سائلك لماذا جئتي ولماذا اختفيت ولماذا تواريت. يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإني لك ناصح وعليك مشفق. عاشقة تسكن الزوج، عاشقة ساحرة مسونية تسكن الزوج، سحر عظيم. نعوذ بالله من سحر الأقارب والقريبات، نعوذ بالله من سحر الأقارب والقريبات، نعوذ بالله من سحر الأقارب والقريبات. إن من أعظم الضربات في هذا الزمن للأزواج والزوجين هو سحر الأقارب والقريبات، من أعظم الضربات إلى قلوب الأزواج في هذا الزمن هي أعين الأقارب ونفوس الأقارب، حسد الأقارب وسحر الأقارب، وكل من اقترب سواء من الأقارب أو غير الأقارب، من الجيران أو من الأصدقاء، من لازموا ظلك، من لازموا مالك، من الصديقات الزوجة، من أقاربها وقارباتها، من الجيران والجارات، لأنهم أعلم بالنعمة وأقرب إلى النعمة، هم من يطالعونها، يرونها، يتابعونها، يلامسونها، يعرفون سرها وحقيقتها، فحينها تكون الإصابة منهم أشد وأعظم. كل من دنا واقترب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكيف نفرق في هذا الزمان؟ ما أين هو المؤمن فما أدراك بالتقي؟ أين هو المؤمن وأين هي المؤمنة؟ لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن هو الذي يدخل البيت، المؤمن هو الذي يرى النعمة، المؤمن هو الذي تكشف أمامه سرك، المؤمن هو الذي فضل الله عليك، هذا هو المؤمن الذي يذكر الله ويصلي ركعتين في بيتك، الذي يسأل ربك أن يبارك لك، الذي يدعو لك من القلب، الذي يتمنى لك الخير في بيتك، في بيتك ماشي يرش لك ويتفليك ويحسدك ويتنفس نفس خبيثة يدعوها في ذاك المكان مع الجن والشياطين. أي نعم، لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم من مسلم ومسلمة بعد مناسبة تفرق مع زوجته، والضياف اللي جبتهم ياكلوا اللهم أسر الإصابة، والله المستعان جبتيهم باش تكرمهم كرموك، وكلتيهم كالوك، هكذا الحال والله المستعان. انت جاي فرحان توريهم دارك وأثاثك، فرحانة توريهم شرك زوجك وكيفاش كرمك، وهما كيشوفوك يطلعوا بنفس خبيثة فأصابوك وأصابتك، حتى كانوا أقرب الناس وهم اللي غتفرق وتطلق راه ما يقولش لك انا السبب، هو اصلا ما عارفش نفسه شنو هو السبب، هو اللي كيقول مسكينه عندها زهر مسكينه بقات فينا كانت لي عمرها، هو كان مزيان لي عمرها دار
حتى هو كان بخير مسكين والله كان مهضلي فيها وكان مزيان حتى هي كانت الله يعمرها دار مزيانه ايه الله يعمرها حتى هو الله يعمرها وخليته ما خليته الله يخلي هذا خليته ديك الدار خربتوها وفرقتوها ودمرتوها باش بالنفوس هو بالاعين بالعينين وبالكلام وبالنظره وبالتمني وبالحسد هذا الا ما كانش السحر اصلا هذا ما كانش انسان خبيث الجن يمشي معها لان الشياطين تذهب مع الحاس حيث ما حل وتسكن معه حيث ما سكن وهذه من الامور التي يعلمها الناس الحاسد عنده سلاح تحبه الشياطين الحاسد عنده نظرات تحبها الشياطين الحاسد هو من اعظم الاصابات في هذا الزمان الحاسد من اعظم الاصابات القويه البالغه في هذا الزمان لانه يرسل قرطاس رصاص يسكن معه الجن بسهوله والشياطين بسهوله فتقلب النعمه الى نقمه ولهذا الانسان الخبيث لا تلازمه التي تتحدث عن كل من يتحدث عن نعم الناس بنوع من الغل والحقد لا تخالطه فكما تحدث عن غيرك يتحدث عنك وكما اصاب الاخر سيصيبك لهذا صاحب النفس خبيثة لا يخالط ابدا لا تسلم انه قد يصيبك انت ايضا فلا بد ان تفر منه فراك من المجذوم لا تبقى مع اي انسان يقلب عينيه وانفاسه وكلامه ولسانه في نعم الناس هذا خبيث هذا انسان مريض هذا معه الجن والشياطين هذا انسان معاق فكريا وذهنيا وثقافيا ودينيا والشياطين تحب المعاقين في هذه الجهات لأنها ستصيب تأخذ منهم تلك الشرارة التي بها تتأجج يعني قلوبها وغليانها وحقدها فتصيب الناس في مقتل وهو لا يعلم أو يعلم للأسف الشديد ولهذا أقول ارحموا البيوت ارحموا المناسبات ارحموا الأزواج ارحموا الأعراس ارحموا الولادة والحمل وارحموا الذرية والأبناء ارحموهم يرحمكم الله فوالله واجب الكشف عن حقيقة الإيمان وطيبة القلب قبل أن تعطي دعوة إلى عرس أو إلى حفل أو إلى مناسبة أو إلى بيت لا بد أن تكشف عن وإلا ما شنو غتربح أنت ملي غتجيب إنسان ويحرق لك دارك ما كأنك تأتي إنسان وعنده بنزين تقول له أحرق لي بيتي أحرق لي زوجي أحرق لي أبنائي ترضى لا ترضى والعائن أشد من هذا والحاسد أشد من هذا والساحر أشد من هذا فيحرق لك الماضي والحاضر وربما يحرق لك المستقبل هاي نعم الذي يحرق الجوال لا يضر أو سيارة لا يضر ها تذهب لكن الإشكال هو أنه يحرق لك الماضي ويحرق لك الحاضر وقد يحرق لك ما بقي من عمرك في المستقبل دائما عندك المشاكل دائما عندك التعطيل دائما عندك الأحزان دائما عندك التفريق دائما عندك كذا لماذا؟ عائل حاسد نفس خبيثة أصحى شياطين مصيبة هذه هذا هو الواقع كثير من الناس طيبين لكن عندهم ابتلاءات الله يعلمها ذنوبهم أنهم تعاملوا مع الناس بالعفوية ذنوبهم أنهم تعاملوا مع الناس بالطيبوبة ذنوبهم أنهم تعاملوا مع الناس بالتلقائية والعفوية ذنوبهم أنهم يكشفون كل ما عندهم ذنوبهم أنهم يفرحوا الناس ويشاركوهم فيما عندهم كيف يمسك العنيتها اي حاجه خصو ريال عمتها وخالتها وجدتها وخوالتها وخواتتها كتفرح تصور فيديوهات تشوفي دليات عليا او توريها وتصاب وهي لا تعلم والرجل ايضا يتحدث عن نعمه وعن خيره وعن سفره وعن تحوله وعن ماله وعن تجارته وعن مستقبله وعن احواله وهو يصاب وهو لا يعلم حتى تاتيه تلك الضربه التي تجعل منه رجلا اخرا وقد تصاب المرأة فتصبح في قلبها عدم السعادة من شيء لا تشعر بأي سعادة أبدا كأن عند الأمراض الروحية والأمراض الاكتئابية والنفسية والقلبية والصبرية وكل شيء لا تشعر بأي سعادة تصبح هذه المرأة دخلت في الخط الأحمر لا تشعر بأي سعادة وإن قدمت لها الذهب والفضة وأغلى الموديلات والماركات ولن تشعر بسعادة أبدا فهي أصبحت مكلومة محرومة لأن الجن قد تكالبت مع النفس الخبيثة تجري في الإنسان مجرى الدم وفعلى قلبها عقدت وعلى مركز السعادة عقدت وعلى مركز الإحساس الطيب عقدت فلن تشعر أبدا بسعادة الغاية شنو الوسيلة شنو السبب
هو العين والنفس والحسد شياطين سحر وهي المسكينة لا تعلم حتى في فراشها لا تشعر لا تعلم مع أولادها لا فرح لا تعلم عدم تخطيط للأعياد والمناسبات والعطل بكما يسمع الناس العاديين لا تستطيع ولا تعلم لماذا؟ خلاص أطبق عليها فلن تعود امرأة سوية أبدا وقد يكون حتى الرجل يحاول جاهدا يجد أن البيت فيه مشاكل يحاول مع المرأة لا توافق كما قال تقول طلق لي طلق لي طلق لي طلق لي وسبب فتصبح الإنسان مسكينة مغلوب عليها وهو حتى مغلوب عليه وهنا ننظر هو مصاب والله أعلم بحاله أيضا والله أعلم بحاله أيضا فاسمع جيدا واسمعوا جيدا ولهذا إن من أعظم الأسباب التي تجعل البيوت الإشكال كتبقى بعض البيوت فيها طاعة وعبادة وذكر الله والقرآن وسمع الرقية بالليل والنهار لكن أنت كتدير التحصين من جهة وكتفتح الأبواب من جهة أخرى تلقي وجبة تعالج أنت كتعمل التحصينات من جهة وتفتح الأبواب من جهة أخرى يعني كيف يعني فلا بد أن تستر النعم لا بد أن الإنسان يحيط الأمور الخاصة النعم بنوع من الحفظ نوع من الحفظ نوع من الحفظ لأن الناس ليسوا سواء الناس ليسوا في ذكر الله وحب الخير للناس سواء وهذه وجب كذلك أن تبين بفضل الله لا بد أن تبين بفضل الله عز وجل أسأل الله عز وجل بمنه وفضله ونوره وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين وضالين أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أسأل الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح بيوت المسلمين أسأل الله جل وعلا أن يصلح بيوت المسلمين أسأل الله جل وعلا أن يقرب الخير من بيوت المسلمين وأن يجعلها قبلة للخير أن يجعلها قبلة للخير أن تكون بإذن الله قبلة للخير أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوب كل زوجين اثنين وأن يرحمهما ربهما برحمته وأن يعفو عنهما بعفوه وأن يشملهما بجوده وكرمه وأن يهدي كل جن وشيطان تلبس بالعقول والأفهام وتلبس بالقلوب والأبدان أسأل الله جل وعلا الهداية لكل عاشق وعاشقة وكلت على زوجين وحرضت على زوجين أسأل الله تعالى الهداية لكل عاشق وعاشقة أسأل الله تعالى في هذا المجلس الهداية لكل عاشق وعاشقة جاءوا بسحر عظيم وجاءوا بحقد وبغل وبحسد عظيم أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الهداية لكل عاشق وعاشقة في العقل والعينين والرقبة والقلب والصدر والأحشاء والعورة واليدين والقدمين والدماغ والعظام والأعصاب أسأل الله تعالى الهداية لكل شيطان وشيطانة أسأل الله جل وعلا الهداية لكل ملك وملكة أسأل الله الهداية لكل عاشق وعاشقة وملك وملكة أسأل الله جل وعلا الهداية لكل عاشق وعاشقة في اليمين وفي الشمال في اليدين وفي القدمين أسأل الله تعالى الهداية لكل عاشق وعاشقة أسأل الله تعالى لكل عاشق وعاشقة الهداية 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 والتوبة وإصلاح ما أفسد طاعة لله وإصلاح ما أفسد طاعة لله أسأل الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن تبطل أسحار التفريق والتطليق والطلاق والنشوز والإعراض أسأل الله جل وعلا لكل زوجين محبة ومودة فيما بينهما أسأل الله تعالى لكل زوجين المحبة والمودة المحبة والمودة المحبة والمودة فيما بينهما أسأل الله جل وعلا لكل زوجين المحبة والمودة فيما
والمودة، الإسلام والإيمان والمحبة والمودة، الإسلام والإيمان والمحبة والمودة. أسأل الله جل وعلا لكل شيطان وشيطان في بدن الزوجين في أبدان الزوجين الإسلام والإيمان والمحبة والمودة فيما بينهما، الإسلام والإيمان والمحبة فيما بينهما، الإسلام والإيمان والمحبة فيما بينهما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن تدك وأن تبطل وأن تنسف الأسحار وأن تنسف الأسحار التي بين قلبين على قلب الزوجين، في قلبين اثنين، في قلبي اثنين على قلب الزوجين، على قلب الزوجة وزوجها، على قلب الزوج وزوجه، على قلب الزوجة وزوجها، على قلب الزوج وزوجه، على قلب الزوجة وزوجها، على قلب الزوج وأهله وحله. بسم الله تحل العقد التي في القلبين، تحل العقد التي على القلبين، التي على القلبين في القلبين، على الجفاء للجفاء، في الجفاء في الجفاء على الجفاء. بسم الله تحل تحل تحل، بسم الله تبطل، بسم الله تحل، بسم الله تبطل، بسم الله تهدى، بسم الله تهدى كل عاشقة، بسم الله يهدى كل عاشقة، بسم الله تهدى كل عاشقة، بسم الله يهدى كل عاشقة. سكن القلب والصدر والفؤاد، سكنت الصدر والقلب والفؤاد. بسم الله بسم الله بسم الله، تبطل كل الأسحار من أقارب الزوج والزوجة، من أقارب الزوج، من أقارب الزوج، من أقارب الزوج، من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة. تبطل الأسحار من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة، 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 من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة. بسم الله تبطل الأسحار من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة، 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 من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة. تحل تحل تحل، تنصر تنصر. بسم الله أسحار 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 على اسم الزوجين، على آثار الزوجين، على اسم الزوجين، على اسم الزوجين، على آثار الزوجين، على اسم الزوجين، على آثار الزوجين، على اسم الزوجين، على آثار الزوجين، اسم الزوجين بآثار الزوجين. من أقارب الزوج، من أقارب الزوجة، 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 من أقارب الزوجة. أسحار 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 من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. أسحار 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 من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. أسحار 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 من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. أسحار 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 من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج. تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة. تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل بسم الله. من أقارب الزوج تفضل بسم الله. من أقارب الزوجة تفضل
تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله أصحاب الدماء أصحاب الدماء أصحاب الدماء تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله أصحاب الطعام الشراب الطعام الشراب الطعام الشراب الطعام الشراب الطعام الشراب الطعام الشراب نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله في الجبل محروقة في الزوج محروقة في النيران محروقة في الشمع محروقة نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله في الجبل محروقة في النيران محروقة في الشمع محروقة في الجبل محروقة في النيران محروقة في الجبل محروقة في النيران محروقة في الشمع محروقة في الشمع محروقة نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله نقال بالزوج تقال بسم الله نقال بالزوجة تقال بسم الله مشروع شهر الأبواب اعتاد الأبواب اعتاد الأعمال نقال بالزوجة يطل بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعلنها لله توحيدا وقول يا لله أسلمت لله جل وعلا طاعة لله تعالى عذب كثيرا فاتق الله وأجمل في الطلب هيا إلى الله وقول يا لله جل وعلا عذب كثيرا عذب كثيرا فهيا إلى الله جل وعلا هيا قوليها لله جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون بكلماته ولو كره المجرمون بكلماته ولو كره المجرمون بكلماته ولو كره المجرمون أم يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 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 والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ومنهم من صد عنه بسم الله يبطل كل مس عظيم 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 بسم الله يبطل كل مس
يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس 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 عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس 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 عظيم يبطل كل مس 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 عظيم يبطل كل مس 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 عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس 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 عظيم يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل 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 يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل مس عظيم بسم الله
يضل بسم الله يضل بسم الله يضل يضل كل مس عظيم بسم الله يضل بسم الله يضل بسم الله يضل كل مس عظيم بسم الله يضل بسم الله يضل بسم الله يضل كل مس عظيم بسم الله يضل بسم الله يضل بسم الله يضل كل مس عظيم بسم الله يضل بسم الله يضل بسم الله يضل كل مس عظيم بسم الله يضل بسم الله يضل كل سحر عظيم بسم الله يضل 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 كل سحر عظيم بسم الله يضل 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 كل سحر عظيم بسم الله يضل 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 كل سحر عظيم بسم الله يضل 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 كل سحر عظيم بسم الله يضل 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 كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بالتفريق عظيم بالتفريق عظيم بالتفريق عظيم بالتفريق عظيم بالتفريق عظيم بالطلاق 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 عظيم بالتفريق عظيم تحل خيول بسم الله تحل أفعال بسم الله تحل خيول بسم الله تحل أقباله بسم الله تحل خيوله بسم الله تحل أقباله 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 بسم الله بشتات عظيم بشتات عظيم بشتات عظيم بشتات عظيم بشتات عظيم بالطلاق عظيم بمحق المال عظيم بمحق المال عظيم بشتات عظيم بالطلاق عظيم بمحق المال عظيم بشتات عظيم بالطلاق عظيم بمحق المال عظيم بشتات عظيم بالتعطيل عظيم بالتقليل عظيم بالتفريق عظيم بمحق المال عظيم يقال بسم الله يقال بسم الله يقال بسم الله يقال بسم الله تحل خيوله بسم الله خيوله بسم الله أقفاله بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في العقل خيوله في العقل أقفاله تحل بسم الله في اليدين خيوله في اليدين أقفاله في اليدين خيوله في اليدين أقفاله تحل بسم الله في القدمين في القدمين في القدمين خيوله أقفاله خيوله أقفاله تحل بسم الله سحر التقليد والتفريق سحر الحداد والتنميق تحل بسم الله تحل بسم الله خيوله 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 تحل بسم الله
أقولها لله، أقول هيا قولوها لله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
فجعلناه أباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بسم الله بسم الله اذلك دكا بسم الله اذلك دكا بسم الله بسم الله بسم الله اذلك دكا. فقلها لله تعالى نعاهد الله ألا نعذبه وألا نمرضه وألا نذله وألا نفرقه وألا نطلقه. قلها لله نعينكم طاعة لله جل وعلا. هيا إلى الله قل نعاهد الله ألا نعذبه وألا نمرضه وألا نفرقه وألا نحق ماله. هيا إلى الله قولها لله قولها لله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري 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 ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واحلل عقدة 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 من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري اشرح لي اشرح لي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي ويسر لي ويسر لي ويسر لي امري واحلل عقدة قال اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله 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 يقال كل شيء عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقال كل سحر قديم. الله واجنه فعذبتم هذا الرجل والله يعذب والله يعذب والله يعذب. لقد بكى قبلكم كثيرا والله يعذب. 18 سنة ذهب باء منثورا حرام 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 حرام. 18 سنة من الزواج ذهب باء منثورا حرام والله لا حرام حرام. بعد 18 سنة تزوجوا الآن تصير تقول طلقني طلقني حرام. وهذا كثير أزوجة قالوا ما هذا الشيء. الله المستعان. أي نعم تصبح الفتن والمشاكل في البيت لا سعادة. تأثير نفسي بدني عملي مالي شتت يفرقون به بين المرء وزوجه. اي نعم بكى قبلكم الدم الله المستعان. شنو باغي عنده؟ يطلق ما تبقاش المراه معاه لا تبقى معه الزوج صح؟ طلقها
يطلق يطلق فيه يطلق خاصو يطلق هي كتقولو طلقني وما بغيتش طلقها وجعلوا العلة فيها وفيه يعني عطاها غير الله عطاها صح ولا لا باش يوصلوا للغايه مرضوا المراه ومرضوا الراجل ومرا كتقول طلق لي والمشاكل لكن هو صبر قال لها خذوا وصاياك في اليوتيوب كنسمع لك صبرت ها هو مريض سمع جيد كيف يفرقون في هذا الزمان الحسد وبه انسان طيب حسد يفرقون به يفرقون الشركة تلذذ من كتطلق الشياطين كتفرح وكتجد الرجل من كتطلق كيرتاح والمرأة كتفرح كترتاح تقول الله تفكيت انا مرتاح هذا بابي خير يا ما حساش راه مشات واحد واد صحيق يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه مع عمر الطلاق كان بصمة خير الطلاق دائما يبقى وراءه علامات استفهام وتعجب واستشكالات يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه بالأسحار يفرقون به بين المرء وزوجه كله بقدر لكن أسباب يفرقون جمع مزيانة لأن كثير في المهمة مقصورة يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه لا حول ولا قوة إلا بالله يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله 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 وأشهد أن محمد رسول الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. لمحضرون لمحضرون لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون صح ام لا؟ الاسلام يجب ما قبله. الاولى الاسلام تعاهد الله تعالى الا تظلمه. يهود سحر يهودي للتفريق بينه باسمي وباسم زوجي. ما يبقاش مع فلانة بنت فلانة. اسمع مزيان، ما يبقاش فلان مع فلانة، صح ولا لا؟ ها؟ خصو ما يبقاش معاها. علاش؟ علاش هما مزيانين؟ علاش هما بخير؟ علاش هما عندهم الخير؟ علاش هما محابين؟ علاش ولادتهم مزيان؟ علاش يقريوهم مزيان؟ علاش هما اللي فيها؟ يفرقون. يهود كتسمعني ولا لا؟ اسمعوني، عذبتوه ولا لا؟ تكلم، عذبتوه ولا لا؟ وباغي ليه الشتات والموت، صح؟ باغي ليه الشتات والموت، باغي ليه الشتات والموت. يفرقون به بين المرء وزوجه، باغي ليه الشتات والموت، يعني بمعنى يموت، بمعنى يموت، مفهوم؟ بمعنى يموت. اسمعوني مزيان اليهود، اسمعوني مزيان اليهود، تحال العقد بإذن الله تعالى، تبقى الأصحاب بإذن الله جل وعلا، وتخرج من بدنه رحمة وطاعة لله جل وعلا. كتسمعني؟ كتسمعني ولا لا؟ قولوا أشهد. وكاين اللي رفع التوحيد، وكاين اللي ما باغيش. هناك من يرفع التوحيد، هناك لا، هكذا. هذا رفع التوحيد، وهذا كيعمل قوة، هنا قوة وهنا توحيد، هكذا. يعني تحدي، هكذا. تسمع مزيان. هادشي قوة كلها في البدن من أجل ما يبقاش الزواج. وأنت واقف وكتمشي على رجليك وكتخدم وكذا تقول أنا بيه خير. واحد رفع التوحيد وواحد يقول لك هكذا، وذاك اللي هكذا، والله لا بقيت. الله تندمرك، الله تنطلقك، وفما ولكن ما كانش باين، القوة كلها كانت مخبعة، الآن باينة، يعني هذا عدوك في زواجك. اسمع جيدا. الله كان شحال ديال الناس عاديين كيمشيو لرجليهم وخدمة وكذا، وعندهم نفس الحالة. وعندهم مشاكل لا تنتهي في زواجي وبيته. يفرقون بين المرء وزوجه، صح ام لا؟ يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من
أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله المستعان الله المستعان ارفع التوحيد هكذا اشهد الان التوحيد في يمين في الشمال ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعهد الله ألا نظلمه ألا أؤذيه ألا أفرق بينه وبين زوجه قوة ألا أفرق بينه وبين زوجه ألا أفرق بينه وبين زوجه هيا ألا أفرق بينه وبين زوجه ألا أفرق بينه وبين زوجه ألا أفرق بينه وبين زوجه ألا أفرق ألا أفرق بينه وبين زوجه بينهم وبين قتل لله قتل لله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن أتعاون على البر والتقوى على البر والتقوى على البر والتقوى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نسأل الله تعالى بمنه فضله وكرم أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن تصلحوا ما أفسدتم في زوجته الآن آمين ألا يبقى عقلها ضده ولا يبقى عقلها في حرب معه وأن تصبح المحبة كما كانت وتزداد مودة وفضلا خلاص ما تمشيش 18 سنة للزواج هباء منثورا خلاص أسأل الله تعالى يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما على خير أسأل الله تعالى أن يهيئ لهما أسباب البر والسعادة والخير وأسأل الله تعالى يقطع عنهم كل داء وبلاء وسحر وعين وحسد أسأل الله جل وعلا يجعل بيتهم جنة وأبناءهم مباركين طيبين ويرزقهم من حيث يحتسب من حيث لا يحتسب وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وعلى محمد المواصل بإذن الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك على النبي وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المواصل إن شاء الله جل وعلا